أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر فين وحوك باللابن يا آية بقول سجاشن يسجالات أو كمية سورة آل عمران. وأنا سوق جهرنا عشر فين بقول يتبانات النجوى كل حجرنا سورة دي سد هذا القرآن كمية. هاي لا سبحانه وتعالى نغص ورمي قال هذا نلاش أدوك يكونوا ليهن يسي نلاش أسوق يمدرن تاي دتك مؤمنين تاهو إله يتعب صدنا وحي إليهن إله كيسي كليه. وما عند الله خير للأبهار والإلهي وإلهي أكتس أهذا صواه هيا دفت أفهارك وباهيالك وإلهي تعب صدام وتقينك كافة يا خير بدن وهو خير بنيه متاع الدنيا. مارك هذا عن إلهي هنا اللي هي وإن من أهل كتاب أهل كيسة وحا كمده لمن دين يؤمن بالله اللهم أين آية إيه وما في أنزل لدجي إليكم إنك اللي يسوي دجي مؤمنه أو قرآن كاسة إيه وما في أنزل لدجي إليهم أيها أهل الكتاب كالله بجيه التوراة إنجيله خاشعين حالهم وخشوعايا لله إله خشوعايا لا يشترون من الشري سنيان وما بدل قاذنيان بآيات الله إليه آيات كيسة ثمنا بأس قليلا أغير أولئك قوى صول إلهي لهم مع أصهم هذا أجرهم أجر كودة عند هبهم هبهم الأسيسة إن الله ألنا سريع الحساب حساب كيسة له دمتك بذيها يوي وهاي وحي عيدا نسوي نزول كيد وهاي فحال شيء مالنتي أو ننتي بقر كهايو أو حبشو أو نجاش لا بهجة أو لنتي أصحاب مجيء صلا بهجة معنوه نو حوي حاجة عربية عبية الله على جودة وهاي منك سواء إسلام لي لكن نبي عليه السلام أوصن أرد رأيي سنة إسلام كي جل سلا بدن أي وقرها عاي سيجيبيل أي نبي أمي عليه السلام مرتاسو جيري النجاش وشيء وهو أخبري إما رتيا بدكي أو كذا شيء أي لسو جهيسيهين أو جناسديس أي مدينة أصوادان ثم رتيا لويد كذو نبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيس يا بحي وروك السحارة وبحين إنك سو هذا وهوي أي أرنت أصدى أي وين مدينة سينان ومن كيس سو قادان يخبر لكن هذا ما دعينه وهوي وحا وخبر وكسو قاري النبي عليه الصلاة أصحاب تيس سو بحين كدو كان أيان aba sida ay maartay iska ogaadeen markaas ay iska joojiyeen marka way wala soo baxay dhulka banaanka ahay ayagoo doonaya inay ku dukadaan markaas rasuulkeena kaleey salaam alayhi wasallam ashaabtiisu way soo baxay dhulka saxaraha yimaadeen nabi kaleey salaam alayhi wasallam waa loo feeyay waa loo kashfiyay markaas uu nabi ku dukaday kaleey salaatu wasallam asay ashaabtiisu markay dukashay dhameeyeen jaraasay ku dukadeen munaafiqiin tii waxay yiraahdeen وفي شيء لذي نين كان محمد نين علاج أو حبشية أو نسرانية أو وين يسأل صنع لغوك دكانايا نين أو مارتيا عجمية أو حبشية أو نسرانية وديدة نسارة هيسا وين يسأل صنع لغوك دكانايا نين في سلام هيسا قايدة أنا مكسود وعسل لي هاي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه منافقين تولي قدوا وحبي شيئا وحيابا انترين ايو خرافات اي شيئا waan jirno markaas sidaas way xataa ay cusjinayaan meel aan waxba ka jirin oo ay kamid tahay qabiilka waxa ay kamid yihiin iyo dadka inay markaas ay xataa midab gumaysi ay ku sameeyaan
أبدا يبتفرع في الصمية إلهي مرك وحود هاي وإن من أهل الكتاب كتاب أهل كيسة وحا كمده لمن دول يؤمن بالله اللهم إناي عكمية الوقت يعني أنك لم يجرع عبد الله بن السلام يا أصحاب كيس إيا النجاشي جانب نجاشي جانب هذا تاريخ دير إسكالية لكن مرك لم تيدونه إيا وما في أنزل لسيد الجي إليكم إليك لسيد الجي مؤمنين أو قرآن كاسة إيا وما في أنزل لسيد إليهم أيضا لسيد الجي توريد إنجيل خاشعين حالهم وخشوعي وتواضعي لله إله سبحانه وتعالى وخشوعي هذا الله يشترون مشرى صنعيان ومبدل قادنيان بآيات الله إليه آيات كيسة آيات أي أكتوب يالو توريد إنجيل كي يالوه ونبي السفديس أي كمتاي ثمانا ضيف قليلا أويخ هو أدوية معنى بدل الشيء حوي إنه قريات سيدة قابلنا أي سمعين صفات النبي عليه الصلاة والسلام أيوه أبقى يا مرحت نموذ إنه كتبت أولئك قوة صور إلهي اللهم حاصلنا لأجرهم أجر كون أجر بإسك الليه أعماشه إذ بها الوصوى بنا عند ربهم هبه الأسيس وقل لدي إلهي أولهي سورة الغفص دي لهي أكتدوا ناهي أولئك يؤتون أجره مرتين بما صبروا ويجل يروي هذا لا يقول إن الله الله سريع الحساب حساب كيس أليه ديدك بناه وإلهي سيد الدوء أيو خلق وفق إصابي ما لم تقيام الله يسوته ما لم علم الدنيا كمودة مش كذا أو كلانتون قدرها يا الوحي صابي وهي مارتها لا يصب بالله ومارتها أبونا آدم إلى قيام الله فقمت هذا لا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين دلك آمنوه ما ينو اصبروا صبروا إلهي صبر ذاتك مؤمنين تاهو طاعاتك صبرا مصائبتك صبرا معاصيك صبرا إلهي وحو نفر يا إلا أن تتصاب بإلا أن نقنو لبعاتنا مرة والبعي سندتك الدين إيدي مركو إلهي سوربة مركو كسو عديي جهات كفضل وإسكالها وحبضنا سوربة الجهات كبصورنا هي مركز معروف لا يسور مكر لا يسكر يابو أو سوربة إلهي نوو صور شاذي إيه وحي عبطة لنتوت هو أحكام ويوينة وحال وختمة يا وحفا إيدينها يا أرمها هذا الصورد على الوصول شيئا إن لا إله عليه إن لا إله إمارة فائدين وركب صورة إله سبحانه وتعالى يا أيها الذين دلك أمنوه ما ينو اصبروا صبروا إله سيركوا عوية باعاتك الوصفر مصائبك الوصفر معاصية الوصفر سيركوا بسدع الأسوي صبر على الضاعة وعلى المصيبة وعن المعصية وي. يا أيها الذين دلك أمنوه ما ينو اصبروا صبروا إله وصابروا لا صبر فما صابروا الكفار وي فلا يكونوا أشد صبرا منكم يا إنسان إذا كسبت فحب ذنبي وصابروا صيغة صيغة المفاعلة لله وصابروا لا صبر فما إلهي حال الجالدو وين رد جالما يان وين دبا يان وحال الربع مركاسي إن لا صبر فما يسون كثور بذن هدول يسون الدجالك وكسبر أي إذا تسيد دخلت عليه بهاي إلى روم ما أطهي وراد بدون نجاة وإله سبحانه وتعالى الجهاد كان يكون نجاة هو واحد إلى المرابطة السماية وراد بدون نجاة وإله أصل المرابطة الحوية إما رتيا لبقوا لقوا مركز دودة وأترك مركلون وذالي فرد هذا مركز إيحرا أو مدر الفرس كي سحره لبقوا لقوا مركز وحوية ضب أكاد حيث ما دقال أي مركز إيه دقال إديار قلوبا لكن والا واسعيه وحالا غي إلالي قفت الصوم مقيمة او ميل دغال او مارتي والديتهيسة ميل مركا عيو فسوه جلعي ايه مرابد لي لهذا مركا صوده اله سبحانه وتعالى وصابروا لسه برثمة وراب بدون نقاذ وله اله جيات يكون نقاذ مرابد لي ساسوه ايه عدو ميشو فسوه جلعي إلا قوة ارجي يوي واتقوا الله الله كعب صوه الالهي احواشينا دمانتين اله وعفصد احوالا وحاكمه الالهي مرد لقعص ظله ابو markii waxa weey barwaaqal ugu jira alla laga cabsadaal haba markii shidaal ugu jira in ilaahay laga baqaal haba markii xaalada cusub lagu jiro in laga baqaal haba ilaahay subhanahu wa ta'ala xaalada yusri markii lagu jiro in ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqaayo la doonaya markii la caafimaad qabo waa in alla laga baqa markii waxa weey la jiray yahay waa ilaahay in laga baqa subhanahu wa ta'ala xaalada qofku waa inuu rabbigiisa uu ka baqa wattaqullaha la cabsado ilaahay la allakum waxa mudantiin oo muga xaqiiqada asaas yeeshaan قبل عنا اللي بينسان هذه اللي عاتك الوصف رو مع سيدة لقصة معرفة هذه اللي عاتك الوصف رو مصائبت الوصف رو مع سيدة لقصة رو معرفة جالة لقصة برتمو
maaragtay jihaadka lagu nagaado ilaahay laga baqo waxaa xaqiiqo noqonaya markaas diibaan in la helaayo markaas kabacdi u dhay ilaahay lacallakum aada mudantihiin markaas tuflixuuna inaad liibaantaan janno aada ku liibaantaan naarta aada markaas ka kortaan inta la doonayna waaba intaasba tarajiga hadda qur-aanka ku jira bimanzilati taxqiiq waay walfalaax wey bimanzilati taxqiiq waay dhihi lahay falaaxuna waxa weeye walfawzu wadufru weeye waa liibaan iyo guul in la gaaro weeye waxaa asar soo aroortay qofka akhriya suuratu aala cimraan ilaahay wuxuu siinaya aayad kastoo ka mida ammaan inay ammaan uga noqoto buundada jahannamo jisri jahannama taasoo qur-aanka ilahay ba wala fadaa'il uu yahay waxa weeye markaasi wax badan ayaa markaa suuraddaanu faa'iidaha iska leeda bismi illahi raxmaan raxiim suuratu nisaa'i haweenkii suuradda lagu magacaabay madaniyatu madiinay kusoo degtay wa aayaatu aadaaduna mi-atun wa khamsun wa sabcuuna aayatan boqol iyo todobaatan iyo shan aayad weeye ama boqol todobaatan iyo lix todobaatan iyo todoba intaas waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa saddex kun iyo afar boqol iyo siddeetan kelimaa la yidhi suuradda waxay noqonaysaa toban iyo afar kun iyo shan boqol iyo labaatan xaraf ay noqonaysaa la yidhi suuradda suuradda aynu meeshaan ka gelayno waa suuradda afaraado qur-aanka ka mida waxaana la yidhaha suuraddan suuratu nisa suuradihii markaas waxay ka mid tahay mudawalaadka ahay oo dheedheer ay ka mid tahay suuradda marka waxa weeye waa suurad madaniya dhammaanteeda madaniyaha la yidhi inkastoo suuradda bilowgeeda loo malay karo yaa ayuha annaasu mar haddii la leeyahay aalumakay kusoo degta laleeyahay maxaa yihi qaacido waxaa jirta aheeday markii qur-aanka yidhi yaa ayuha annaasu waxay khidaab u tahay qaacido ahaa jiri jirtay reer mako markii la yidhahda yaa ayuha aladiina aamanuune waxay khidaab u aheedaa la yidhi maaragtay ahlulmadiina marka hadda waxaa ilaahay kula khidaabaya dadka mukallafiinta ah cumuuman ayay tahay caam tahay rag iyo haweenba weeye jinni iyo insi kulligood weeye marka aayaddan marka waxa weeye adda suuradda tani sida hadda in sha allahu tacaala uu tegi doono mar haddii suuraddan ay tahay suurad madaniya waxay ka warramaysaa tashriicaaday ka warramaysaa axkaam la jidaynaayo ayay ka warramaysaa suuraddan waxay u badnaa doontaa axkaam gaar ahaan axkaamu lusra sida haweenka haweenka ay usii daran tahay maxaa yeele suuraddiiba waxaa la yidhi suuratu nisa ayaa la yidhi axkaamu lusra ay ka warramaysaa waxay ka warramaysaa suuradda tanu aayaatu lfaraa'il ay ka warramaysaa aayihii faraa'ilka ayay ka warramaysaa suuradda tanu waxa weeye waxyaabo badan maaragtaya waxay ka warramaysaa muxaramaadka ay ka warramaysaa waxyaabo aan markaasi badan aan lasoo koobi badan ay ka hadlaysaa suuraddaanu oo markaasi axkaamti markaasi waxa weeye mafiqhiga islaamka maaragtay uu ku badan yahay si aada iyo aada suuraddan waxay markaasi u edbinaysaa ama ay maaragtaya u dhisaysaa haweenka ay maaragtaya si aada iyo aada u dhisaysaa weli waxay culimadu yidhaahdaan haweenka markaasi maqaamka weyn oo ilaahay aftiisa islaamka ay ku leeyihiin waxaa ka midaba in ilaahay subxaanahu watacaala sharaf uu u yeelay waxaa ka mid a in ayaga suurad lagu magac dhigay oo suuraddii magaceedii markaa suuratu nisa la yidhi oo haweenka suurada suuradoodii la dhah hadda suuraddooda suuratu rijaal ma jirto qur-aanka kuma jirto laakiin haweey suuratu nisa ayaa ku jirta haweenka marka waxaa loo baahan yahay haweenka muslimaadka waxaa loo baahan yahay inay aada iyo aada u dhegaystaan oy akhlaaqaadkooda akhlaaqiyaadkooda inay suuradda tan ay ka qaataan suuraddan wax badan ayay markaasi haweenka si gaara akhlaaqdooda u dhisaysaa marka mar haddii ayaga suuraddiba lagu magacaabay wax badan inay ka hadlayso amuurahooda ku tacalluqaaya saasaa lagu ogaanayaa markaasaa waxa weeye loo baahan yahay inay axkaamta ku jirta suuradda tan haweenku ay ka faa'idaystaan bismi illahi raxmaan raxiim yaa ayuha annaasu dad ihabo ayuu dhi ilaahay ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu dad ihabow ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada dadka waxaa ilaahay subxaanahu watacaala oo uu yeelayaa inay alla ka baqaan qofkaan ilaahay ka cabsanin waxaa markaasi ku imaanaya ciqaab ayaa ku dhacaaya qofku hadduu alla ka cabsadane ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa ayuu ka korayaa ittaquu rabbakumna waxa weeye ilaahay ciqaabkiisa ka dhowrsada oo ilaahay adeeca weeye qofkii alla adeeca ayaa ciqaabka ilaahay ka dhowrsanaya markaasuu dhahay ilaahay ittaquu rabbakum in tasiluu awaamirahu wajtanibuu nawaahiisi taquda haddii lasoo gaabsho waxa weeye
إلهي وهو إن فراي فرتوما وهو الله إن فره وأنا كهرة ساس إسلام كوكو حسلا يا وحنا لقيا بهاي يقف كمسلم كهو عاصقة إلى الشرف يا كذا وصلوا هو مركز أعظم المنهيات تسال إيه كإسالي إيمان هو غن وصلوا إيمان هو مركز يسون أعظم المأمورات أو حلا يسفر وح أولى لكنه حال الليل هاي تقوى وحال التقوى عامة أيالي ذا تقوى سوف تقوى عامة لي ذا تقوى حاجة تقوى تقوى خاصة لي ذا وعوي أيضا تقوى الخواص اجتناب المنهيات جميعا وهي إلهي ريبا لما أنتوا أولا قد إيراد وهي إلهي فرع لما أنتوا أولا فرطوم تقوى بشرك مركاسي انت أوديد إيت تقوى لي ذا تقوى خواص الخواص أجست خواص الخواص وعوي تعالى إلهي إن مارت يلو مشغوله ومرتاس وحكى لبقى لو مشغول حتى شيء مباح بقى الله كده واسكبنان لكن علماء وحيرا لين آيات تنو مراتب تاس او تقوى اسكاليه هو سبح ذا ايه كله مولي سهلي مرتا الله هو ناي يا ايها الناس ضدي هبو اتقوا ربكم ربينا كعفصد الذي ربك سوى خلقكم اذن ابوري من نفس النفحة جيدة اذن كابوري نفس تاسو واحدة او كارجيدة وخلق ابوري منها نفس حجازني زوجها زوج كيد كابوري وبس تلقيي منهم الله وضعت نفس إيه زوج كيد رجالا هك كثيرا أوفر ربضا إيه ونسانها وينفر ربضا واتقوا الله الله كعب سدى الذي الله أسوه تسألون بها اسكو سؤال نيسان دهلين والأرحام قرابة الزينتين أنا كعب سدى ولا يسدى وسدى إن الله الله كان هو هذا عليكم فرتينا فقيه ومد إذن إلى أننا عملكين إلى أننا وإن كجاسنا ذي بحور سبحانه وتعالى ضد أبوه هبنين كعفصة خبق أصوه نفس كالي قال إنك أبوري نفس كالي قال إذا وحوي وأبونا آدم وهي وإلهي أستغنى وأبونا كأبور سعنا أبدا صومر من نفس واحدة إلى نفس كالي قال إنك أبوري وخلق أبوري هذا منها نفس حق قال وآدم زوجها زوج كيد كأبوري زوجها زوج منك نوالي نعك نوالي له حواء يا لغو ذا وبيت وحال أبوري فيه سه طب إحنا متكملة أيها حوالا أبوري سان هذا ما يرنع عن خصوة مرنية سورة بغارية عن خصوة مر ما كي وحال أشياء غي أي فرقة قبطي أسوأ أرنتها أسفهمين أيها حوالا أبوري مركا أسوء هو أرتي أيها أسي سجيفت وزوه نسو كسوء براروي أو أرتي وهو إيشالي وهو دواء مركا سيقانت إنه أتاكتو مركا سوء مرأيته يفتي سجوك آدمو إلى ما سير سبحينيس مركزوه حوله وهم وحيم وهم حيمها سير مركزوه إلى دوس سلينيس النبي محمد عليه الصلاة والسلام رواية حتى وهي قبل سيد حجار أكوري تونجر إياها فعل منه تعلم أنه حاكس بعدي لقب تحديث كاس إشارة لإشارة النبي عليه الصلاة والسلام هنا واسد وياه وحكة سوء موجودة حتى أبيه آدم الله خليه هذه مثلا بل إلى حاو هذه لقى أبو ريفيرت آدم أولادي سوى راشد مهو وصيص مكين يسو وصو مركز كين ميسو أنه يحل لمن يخلق منها تزوج بها في شرعه على الليه مرهد دي وحاوي مخلوق واهي ذا الليه في ارتيس بذيحنا في رهيس بذيحنا متكم يوالغ أبو ري وعلى الليه وعلغ أبو ري ساسو على الليه لا تعرفت أسو كين ميسو المركز وحاوي حاو أولاديس مركز وحاوي أي ولا الله أولاديس أيضا وقدلي ويريد ذوي هو يريد ذوي ساسا الليه مرك هذا تفرع أي كسوفر عنتي حو أي كسوفر عنتي آدم سيد ولدك والي فيس وصوفر عمو كلمها أيضو عيو الدوانتي أيضو حي النبات كصور أشع عمل إيه ذالي سيد وعوي تمرت أي وصور على تلفك أي وصور على مرك ما الله حكمنا أيضو إلي بنت آدم أي واي لنا به ما يمرت سوى أخت أولادي بل هي أمهم ويهيضوي روي حي سوى خلافين أمور كحاو كماذا خارج كذا ميوها بكبرنان كميوها جماعة ولماذا كميوها سيدة هذين ابن عباس وهو ده يا جماعة كذا كماذا داخل كذا وهاي إما إيش يصير بفوق وسنا يحريبا يا مجره هاي هدول ممنوعة وهاوي مركز جماذا لقال بعد جديد ويوم القيام وليه جماذا صاد مركز ما هي جماذا كان هذا قيام اللي قيلة مثل هو جماذا كلا فسيدة لفت كذا خلاف بضانا كذا مثل شيء قلقلين إلهي حولي سبحانه وتعالى الذي ربي ذا سوى خلقكم إذن أبوري من نفس النفس حق إذن كأبور واحدة أوقليه وخلق أبوري هذا منها نفس حق زوجها زوج كيري كأبوري وبس كالجيه فرق ونشروي منهما الله بضع أسحقه آدمي حووي هجالا هك كثيرا أوفر ربضا
iyo nisaana way fara badan waa caalamka ku nool oo tirada aan lahaynin waxa weeye xawaye aadamay ka yimaadeen wataqullaha alla ka cabsadow dhe ilaahay alladii allahaasoo tasaayuuna biha isku su-aalaysaan allah aad isku su-aalatiinne allahaas ka baqa su-aashu maxay tahay markaas qofaa qof wuxuu leeyahay asaluka billaah ilaahaan kugu su-aasha ilaahaan kugu dhaariyey waxaas ii yeel waxaas isii uu dhahaya markaasuu dhahay ilaahay alladii tasaaluuna biha isku su-aalinaysi walarxaama soo qadi markaa wataqul arxaama qaraabadana ka baqa oo qaraabada waxa weeye ha goynow dhah ilaahay subxaanahu watacaala oo qaraabada markii xuquuqda ilaahay laysu sheegay ka bacdi ayaa qaraabadii laga hadlay maxaa yeele qaraabada xiriirinteedu waa wax aad i aad weyn oo shareecadeenna ku weyn wataquu qad al arxaam yaa laga wadaa qaraabada goynteeda ka dhowsada maxaa yeele nabigeena wuxuu dhahay xadiis arraximu mucallaqatun bilcarshi rahamtu waxay ku xidhan tahay carshiga waxayna leedahay man wasalanii wasalahu llah qofkii ixariisho alaha xariisho waman qadacanii qadacahu llah qofkii igoynaa alaha gooy marka hadda qaraabada xiriirinteedu waxay isku khilaafaysaa hadba dadku say kala yihiin dadka waxaa jira qof qanihoo xoola haysa qof faqiirana waa ku jiraa qofka qaniga waxaa laga rabaa inuu maalkiisa wax ka hadiisho dadka hadiyeyn iyo wax uu siiyo iyo hadal jilacsan inuu siiyo faqiirkana waxaa laga doonayaa hadal jilacsan iyo inuu maaragtay u socdo meeshay jogaan ku soo siyaarto mucaamalo wanaagsan uu la sameeyo ayaa la fiirinayaa qaraabadu haddana waxaa la yidhi bayna alaxyaai waalamwaati kuwa dhintay iyo kuwa nool markaasi waxa weeye farqi ma kala laha oo kuwii dhintay waa loo ducaynayaa waana la ziyaarinayaa kuwii markaasi waxa weeye noolna waa la xiriirinayaa waana loo ducaynayaa walarxaamuun ilaahay qaraabada goynteedana ka dhowrsadown ilaahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina raqiiban mid idin ilaalinaaya ilaahay subxaanahu watacaala acmaashiina ayuu ilaalinayaa waana idinku jaasinayaa weeye in allaha allawn ilaahay subxaanahu watacaala kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina raqiiban mid dhowraaya ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala waa idin ilaalinayaa marka alla ka maqa subxaanahu watacaala kuna dadaala silatu raximkana ku dadaala marka annagoo hadda soo gaarnay suuraddii afaraad oo qur-aanka kamida bilowgeedina joogna hadda waxa weeye casharkeen intaasuu noogu egyahay wallaahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu